وتراجعوا هتلاقوا غلط. معاهم؟ لا بعد اللي جابوا حوالي الساعة 9 الصبح لقيناهم داخلين ومعاهم جنازير. أول ما حاجة دخلوا على المبنى وجايبين معاهم أزايز مليانة زيت وسخ، ودخلوا على الديسكات زي ما أنت حضرتك شايف كده، بهدلوها. وبعد ما بهدلوها طلعوا على البيبان من بره، قفلوها بالجنازير والإقفال بتاعتها بس، وبدأوا يروحوا على المباني الثانية. وكل المباني زي ما أنت شايف كده حضرتك بهدلة زيت واعتراضات الديسكات بايظة. بس هم الوقت امتحان إن شاء الله تم، وشغالين هناك دلوقتي والعميد موجود معاهم، كل حاجه ماشيه تمام تمام. يعني انتقل الامتحان من هنا لمكان اخر؟ لمكان مبنى الاداره، اداره الكليه. مبنى اداره الكليه، لكن هنا ده ايه؟ الهندسه المدنيه. ده مبنى الهندسه المدنيه، لكن هو انتقل الامتحان هو كان هيبقى هنا مكان برضه، هنا امتحان، وهناك برضه في المبنى الرئيسي كان في امتحان برضه. الشرطه تامن على طول هناك.